الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في شرح الجوهرة للإمام اللقاني في عقيدة أهل السنة، وقد وصلنا فيها إلى قوله رضي الله تعالى عنه: ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هداة الأمة. ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هداة الأمة. وقد ذكرنا في الدرس الماضي ترجمة للإمام مالك رضي الله تعالى عنه الذي بدأ به الشيخ اللقاني، حيث قال: ومالك وسائر الأئمة، يعني أئمة أهل الفقه. واليوم حديثنا إن شاء الله عن الإمام الشافعي، وهو تلميذ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. الإمام الشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد الله بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ابن عم المصطفى صلى الله عليه وسلم، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الثالث، في الجد الثالث، وهو جده التاسع. يعني بالنسبة عبد مناف بالنسبة للإمام الشافعي التاسع، وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم الثالث، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. فهو الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، والتاسع بالنسبة للإمام الشافعي، فلأن عبد مناف كان له ولدان: المطلب وعبد المطلب. المطلب وعبد المطلب، عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب هو ابن عبد مناف جد الإمام الشافعي رضي الله تعالى. ولذلك يقال له إنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار اجتماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، إنه هو والد هاشم. وقيل له الشافعي نسبة لشافع، نسبة لشافع، هو جد والده. ليه؟ لأنه أكرم أجداده، لأن شافع اللي هو شافع بن السائب بن عبيد الله بن عبد يزيد صحابي، وأبوه صحابي، ولذلك ينسب إليه، يقال الإمام الشافعي. لكن هو اسمه إيه؟ محمد ابن إدريس، محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع. الشافع ده صحابي، والسائب ابن عبيد الله صحابي، ولذلك ينسب إلى الصحابي، يقال الشافعي.
الشافعي هو جد والده. ولد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في غزة، في غزة من أرض الشام سنة 150 هجري في اليوم الذي توفي فيه الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، في نفس اليوم. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ناقلا عن الحاكم النيسابوري قال: لا أعلم خلافا أن الشافعي ولد سنة 50 و100 من الهجرة، يعني بعد الهجرة 150 عام، وهو العام الذي مات فيه الإمام أبو حنيفة. ففيه إشارة إلى أنه يخلفه في فنه وهو الفقه. وقد سمع بعض العارفين يقول: مات إمام وولد إمام، مات إمام وولد إمام. وقد قيل إنه ولد في اليوم الذي مات فيه، الإمام الشافعي ولد في نفس اليوم الذي توفي فيه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. فقد أخرجه أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم الأبوري أو الآبوري في مناقب الشافعي بسند جيد إلى الربيع بن سليمان. الربيع بن سليمان قال، هو يعتبر تلميذ الإمام الشافعي، قال: ولد الشافعي يوم مات أبو حنيفة، ولد الشافعي يوم مات أبو حنيفة. ونشأ الإمام الشافعي يتيما في حجر أمه مع قلة عيش وضيق، ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين. أمه أخذته من مكة، من غزة إلى مكة، ونشأ بها وحفظ بها القرآن وهو ابن 7 سنين على شيخ من مكة يقال له الشيخ إسماعيل السرجسي، كان يقرأ القرآن في مكة، أتم القرآن وهو ابن 10 سنين وهو ابن 7 سنين، وأتم حفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين، كان آية في الحفظ. حتى إنه من شدة فقره وهو يتيم كان لا يستطيع أن يدفع أجرة للمحفظ أو المقرئ الذي يحفظه القرآن، معهوش. فكان يجلس في المكتب، مكتب التحفيظ القرآن، وكلما لقن الشيخ آية لصبي حفظها الشافعي مرة واحدة. فكان إذا ذهب شيخه المقرئ إلى أي مكان ليقضي حاجة جلس الإمام الشافعي وأخذ يقرئ الصبيان، فقال له: أنت لست، ليس عليك أجرة، يعني يكفيك أنك تقوم إيه مقام في تحفيظ الأولاد في المكتب يعني. فرضي عنه بهذا، يعني كلما غاب الشيخ أخلفه في مكان وهو صبي، لكنه حفظ القرآن بسرعة، وأعجبه طبعا الشيخ، أعجبه ذلك،
وعفى عنه في موضوع الأجرة. المعروف أنه يعني أي واحد مقرئ قرآن يستحق أجرة لأنه منقطع لهذا التعليم وهذا التحفيظ، ولأنه صنع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أنه يعلمه القراءة والكتابة ويحفظه القرآن، وهذه صنعة. فحفظ القرآن في مكة وحفظ الموطأ في مكة، ثم هاجر إلى المدينة من مكة، ذهب إلى الإمام مالك وهو ابن 13 سنة، يعني مشى من مكة إلى المدينة سنة 163 هجرية، وكان سنه 13 سنة. لما سمع بالإمام مالك ومجلسه في الحديث فأراد أن يقرأ على الإمام مالك الموطأ بعد أن حفظه. قيل إنه حفظه في 9 ليال أو في 10 ليال. الإمام الشافعي حفظ الموطأ في 9 ليال أو في 10 ليال. فلما جلس في مجلس الإمام مالك رضي الله عنه قال له: ائت بمن يقرأ لك الموطأ. فقال له: اسمع مني، فإن أعجبتك قراءتي فبها ونعمل، وإلا أتيت بمن يقرأ لي. فلما أخذ يقرأ على الإمام الشافعي من حفظه، كان الإمام مالك يحب أن يعني يستعيد الحديث مرة أخرى، لأن الإمام الشافعي رزق بلسان طلق وصوت حينما كان يقرأ القرآن أو يقرأ الحديث. العلماء يقولون قال: كأن صوته صوت صنج أو جرس، يعني كان يستوقف الناس حين يقرأ القرآن أو يقرأ الحديث، يعني في حلاوة في صوته يعني تجمع عليه الناس حينما يقرأ رضي الله عنه. فأخذ يقرأ على الإمام مالك الموطأ حتى أتمه، وقال له: إنه سيكون لك شأن، الإمام مالك، وإن الله عز وجل أو أرى أن الله عز وجل قد أعطاك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. الإمام مالك يقول لإمام الشافعي: أرى أن الله تعالى قد أعطاك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولذلك يعني عمل بهذه الكلمة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، فكان تقيا نقيا عابدا طالبا للعلم، يجلس في مجالس العلماء حتى مع غير الإمام مالك، يعني هو تلقى العلم في المسجد النبوي على الإمام مالك وعلى غيره من العلماء الذين كانوا يوجدون في المدينة المنورة رضي الله عنه. مكث في المدينة المنورة حتى وفاة الإمام مالك رضي الله عنه لغاية سنة 179 هجري. يبقى مكث مع الإمام مالك كم سنة؟ 16 سنة في المدينة المنورة يتلقى عن الإمام مالك العلم رضي الله عنه. ولذلك يعني كان يروي الحديث عن الإمام مالك، روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وهذا من أقوى الأسانيد
ثم بعد ذلك ذهب الإمام مالك إلى اليمن ليتلقى العلم أيضا على علماء اليمن، ثم رجع إلى العراق وأخذ العلم عن أهل العراق، ثم رجع مرة أخرى إلى مكة، ثم رجع إلى العراق. انظر إلى رحلاته رضي الله تعالى عنه في العلم، يتنقل بين عواصم العلم: المدينة، اليمن، العراق، يرجع إلى مكة ويرجع إلى العراق مرة أخرى، ثم آخر رحلاته إلى مصر رضي الله تعالى عنه. ولكن استوى في العلم وهو ابن 15 سنة، 15 سنة ما فيش غيره. أجازه 70 شيخا كل يقول له: آن لك أن تجلس للإفتاء. ليه؟ لأنه كان ذا عقل كبير، يعني حتى الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، كان هناك سيدنا سفيان الثوري وسيدنا سفيان ابن عيينة، ودول طبعا من أمراء الحديث، ومع ذلك يعني كان العلماء يوصون بحضور مجلس الإمام الشافعي. الإمام أحمد نفسه لما كان حد يستشيره في أي مجلس يجلس يقول له: اجلس عند الشافعي. ليه؟ طيب، كان يقول له إن فلانا مثلا يعني أعلمه في الحديث، لأنه يعتبر شيخ للإمام الشافعي، سيدنا سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. كان يقول: إن فاتك علم هذا أو إن فاتك علم هؤلاء الشيوخ وجدته، يعني إن فاتك الإسناد بعلو أدركته بنزول، يعني إن فاتك طلب الحديث من الراوي الأعلى هو أقرب، لكن تجده بنزول، يعني ممكن تأخذه من تلاميذه، لكن إن فاتك عقل هذا لن تجد، يعني إن فاتك عقل الشافعي لن تجد، لأنه لا يوجد مثل، لكن العلم ورواية الحديث موجودة، يعني إن لم تأخذ عن الشيخ أخذت عن تلاميذه، لكن إن فاتك عقل الشافعي تلقى فين؟ قال: لكن أخاف أن يفوتك عقل هذا فاجلس إليه. ولذلك الشيوخ الذين أخذ عنهم الإمام الشافعي العلم كانوا يجلسون في مجلس، يعني كان يجلس في الحرم في جانب من الحرم. وكان سيدنا سفيان ابن عيينة من أمراء الحديث أمير المؤمنين، وسيدنا سفيان الثوري، قال: كان يجلس في صدر الكعبة، يعني في الصح في وسطها، والإمام عشان ده أعلم بالحديث، الإمام الشافعي يجلس في جانب، لكن طبعا مع قوة العلم وقوة الحفظ وقوة الاستنباط والبلاء أصبحت حلقته أكبر من حلقة سيدنا سفيان. فكان سيدنا سفيان نفسه يذهب إلى حلقة الإمام الشافعي ويجلس فيها. بعد ذلك تزحزحت حلقته من جانب الحرم في الصحن يعني إلى صدر الكعبة، واحتل هو الصدارة في مجلس العلم رضي الله تعالى عنه. وذلك من قوة عقله وبلاغته رضي الله تعالى عنه.
وأمه يعني قصدت أن يتربى في مكة لأجل هذه الفصاحة، لأنه طبعا قرشي مطلبي هاشمي، فهو طبعا يعتبر إيه من أهل الفصاحة وأهل البلاغة الموروثة عن الأشراف، من أشراف إيه مكة، حتى إنه ذهب إلى الهذلين وحفظ أشعارهم كلها كلها. الأصمعي من علماء اللغة قال: سمعت أشعار الهذليين وصححتها على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس الشافعي. الأصمعي عالم اللغة صحح أشعار الهذليين، وهي طبعا أقوى أشعار العرب، صححها وسمعها من مين؟ من الإمام الشافعي وهو صغير رضي الله تعالى عنه. كل ده طبعا إيه؟ يعني جعل الإمام الشافعي في الصدارة، وده طبعا نتيجة الجهد الذي قام به في طلب العلم، يعني رغم أنه ذكي وقوي ولكنه لم يسمع عن عالم من علماء السنة أو الفقه إلا وذهب إليه وتتلمذ على يديه، حتى إنهم كانوا يشهدون له بالتفوق عليهم. يعني انظر، يعني جلس بالفتية ابن 15 سنة، ابن 15 سنة، يعني الإمام مالك نفسه شيخه جلس للفتية ابن 20 سنة، ابن 20، يعني أخذ العلم على 900 شيخ، ومع ذلك جلس إلى الفتوى سن 20. الإمام الشافعي جلس للفتوى في سن 15، أقل منه إيه؟ بخمس سنين رضي الله تعالى عنه. ليه؟ لأنه كان صاحب عقل، صاحب عقل كبير، ولذلك أول واحد من العلماء وضع أصول الفقه في كتابه اسمه الرسالة، الرسالة للإمام الشافعي، أول كتاب يؤلف في أصول الفقه، أصول فقه الكتاب وفقه السنة. شوف يعني سبحان الله، يعني كان عنده استنباط يعني وإدراك في معنى الحديث لا يستنبطه غيره. يعني واحد من العلماء سأل الإمام أحمد عن حديث، لا تطرق الطيور في أوكارها، أو دع الطيور في أوكارها ليلا. قال له: ما معنى هذا الحديث؟ قال: يعني لا تزعجوا الطير بالليل واتركوها في عشها. قال: فذهبت إلى الإمام الشافعي وسألته عن معنى هذا الحديث، قال يعني بسرعة على البديهة، عشان أنا بضرب لك مثال للعقل، للعقل الواعي الذي يدرك ما لا يدركه غيره. قال: إن أهل الجاهلية كانوا إذا خرجوا من بيوتهم لسفر أزعجوا الطير واستخرجوه من عشه ليلا، فإذا طار يمينا تفاءلوا، وإن طار شمالا
تشاءموا. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم ألا يزعجوا الطير في وكره. ولذلك يعني ذكر باقي الحديث ما قال إيه يعني لا تزعجوا الطير في وكره وتوكلوا على الله أو توكلوا وقولوا بسم الله. يعني الإنسان لما يجي يخرج من بيته يتوكل ويقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو المراد من الحديث، مش مجرد عدم إزعاج الطير، لا، ده يعني النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمهم ألا يتشاءموا. فالرجل طبعا قال يعني أنا لو لم أخرج من بيتي إلا لفهم هذا الحديث من رحلتي إلى العراق لكفاني، يعني كفاني من فهمت هذا الحديث ومعناه من الإمام الشافعي رضي الله عنه. يعني الإمام أحمد فسره تفسيرا عاديا، لكن الإمام الشافعي استنبط منه الحكم الفقهي الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبلغه للأمة ويعلمها إياه. واحد ثاني سأله عن حديث السيدة صفية بنت حيي لما كان صلى الله عليه وسلم يتحدث معها في إحدى طرق المدينة، فخرج يودعها صلى الله عليه وسلم، وقف معها فمر رجلان فلما رأياه أسرع، فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قالوا وهل نظن بك إلا خيرا يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنا خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. شوف الإمام الشافعي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الأم أنها إذا وقفت في موقف تهمة بينت لمن يسيء الظن، لا أنهما ظنا برسول الله صلى الله عليه وسلم سوءا، لأن ظن السوء برسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، لكن هو أراد أن يعلم الأم أن من وقف موقفا فيه تهمة أن يبين موقفه لابد. ولذلك سيدنا سلمان لما سمع من سيدنا عمر يقول اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، فقام سيدنا سلمان وقال إيه؟ لا سمع ولا طاعة، لأنك حينما قسمت الغنيمة أعطيت كل واحد قطعة لا تكفي ثوبا، وأنت تلبس ثوبا كاملا. فقال سيدنا عمر هي تهمة كده؟ قال سيدنا عمر قم يا عبد الله وبين له. فقال إني أعطيت والدي ثوبي، فأكمل بها ثوبه. فقال سيدنا سلمان إذن قل يسمع لك وأمر يطاع. أنا بضرب لك مثل في إيه؟ في بيان التهمة، بيان التهمة. فالإمام الشافعي استنبط من الحديث
هذا الحكم أنه من وقف موقفا يتهم فيه بسوء وجب عليه أن يبين. لأن بعض الناس يقول لك إيه وماله يقولوا اللي يقولوه، لا ما ينفعش، ما دام أنت في موقف تهمة يبقى لابد أن تزيح هذه التهمة يعني محافظة على عرضك ومحافظة على قلوب المسلمين. أضرب لك أمثلة لعقل الإمام الشافعي وما يدركه هو وغيره لا يدركه فعلا، يعني من فاته عقل الإمام الشافعي لم يجد عقلا مثله رضي الله عنه. ولذلك يعني شوف لازم الإمام مالك 16 سنة ثم بعد ذلك رجع إلى العراق وأخذ يدرس العلم وحفظ مع الموطأ كتاب الحجة للإمام أبي حنيفة، حفظه حفظا كاملا رضي الله عنه، وأخذ ينشر العلم حتى بلغ علمه طباق الأرض. وعليه حمل الحديث اللي هو إيه؟ عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، أخرجه أبو داود الطيالسي والشاشي في مسنديهما وأخرجه غيرهما. وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أذقت أول قريش نكالا، يعني في أول الدعوة، فأذق آخرهم نوالا. فهذا هو النوال، هو العطاء. فحمل على الإمام الشافعي رضي الله عنه أن هو الوحيد من الأئمة جميعا أربعة وغيرهم الذي ينتسب أو يجتمع في النسب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يحمل الحديث عنه. وهذا الذي رأته أمه، رأت أمه أنه خرج منها قمر قبل الولادة وتقطع القمر قطعا ووقعت كل قطعة في مكانه، فأرسلت أمه جارية لها سألت محمد بن سيرين عن هذه الرؤية، فالجارية يعني تحلمت هذا الحلم، يعني قالت إني رأيت كذا، قالت لها لا هذا الحلم ليس لك وإنما هو لسيدتك، وقولي لها يخرج منك عالم وكل قطعة وقعت من القمر في مكان ينتشر فيها علمه. فكان كما قال الإمام محمد بن سيرين فعلا، يعني الإمام الشافعي انتشر علمه في جميع البقاع، يعني ما من بلد إلا وفيها شافعية. يعني مثلا الإمام مالك مثلا علمه في جهة الغرب، جهة المغرب انتشر هناك رغم أنه نشأ في المدينة، لكن الإمام الشافعي تجد مذهبه في مصر وفي العراق وفي الشام وفي جنوب شرق آسيا البعيدة، شوف بعيد عن بلاد العرب أكثرهم شافعية، وفي الجزيرة العربية يوجد الشافعي فعلا، يعني علمه انتشر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، يعني ما من بقع إلا وفيها علم للإمام الشافعي. وشوف هو من إخلاصه في العلم كان يقول
وددت لو أن الناس عملوا بعلم الشافعي ولم ينسب إلي منه شيء. فالإمام النووي قال وقد حدث هذا. فتجد العلماء حينما يتكلمون في العلم في فقه المذاهب كانوا إيه يقولوا قال الإمام النووي، قال أبو يعقوب البويطي، قال المزني، قال الزركشي، قال، ولا يقولون قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. يعني هذا من علامات الإخلاص عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. ليه؟ لأنه طلب العلم لله لينفع نفسه وينفع المسلمين، فكان كما أراد وكما نوى رضي الله تعالى عنه. ولذلك كان يقول ما جادلت أحدا إلا وأحببت أن يظهر الحق على لسانه، ما جادلت أحدا إلا وأحببت أن يظهر الحق على لسانه. وهذا أيضا من إخلاصه ومحبته، بمعنى أنه إذا جادل أحدا لابد أن يظهر الحق على لسان أحدهم، فيخاف إن ظهر الحق على لسانه هو ألا يقتنع الخصم بما قاله الإمام الشافعي. أما إذا ظهر الحق على لسان الخصم اقتنع به الإمام الشافعي ورضي به. فده طبعا من ضمن الإيه؟ من ضمن إخلاصه في العلم رضي الله تعالى عنه وارضاه. شوف من قوته في العلم رضي الله تعالى عنه، يعني أنه ما ناظر أحدا إلا وغلبه. ليه؟ لأن عقله طبعا لا يساوي عقل الإمام الشافعي رضي الله تعالى بأي حال من الأحوال. ولذلك شوف من قوته، له مذهبان، مذهب قديم في العراق ومذهب جديد في مصر. ده يدل على قوة الاستنباط، يعني استنبط من القرآن والسنة أحكاما وهو في العراق، ثم لما جاء إلى مصر وجد أحداثا وأحوالا تحتاج إلى اجتهاد واستنباط جديد. ولذلك يقال هذا مذهب الإمام الشافعي القديم وهذا مذهبه الجديد، وكلاهما صواب. يعني أهل العراق لا يزالون يعملون بمذهبه، وأهل مصر لا يزالون يعملون بمذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى، لأن كلا الاجتهادين على الصواب، على الصواب. والذي فسر الحديث عالم قريش يملا وتباقى الارض علما هو الامام احمد. قال الامام احمد وغيره هذا العالم هو الشافعي، عالم قريش يملا تباقى الارض علما. قال الامام احمد وغيره هو العالم هو الشافعي، لان الكثره والانتشار في جميع الأقطار لم تحصل في عالم قرشي مثل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه.
وكان حينما جاء إلى مصر سنة 199 هجري، يعني كان سنه 49 سنة. الإمام الشافعي رضي الله عنه وصل مصر هنا سنة 199، مكث بها 5 سنين، جلس في مسجد سيدنا عمرو بن العاص يدرس العلم، وكان أهل مصر يتمذهبون بمذهب الإمام مالك جزء منهم، وجزء منهم يتمذهب بمذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. فقيل له إن هناك علماء من علماء المالكية، يعني كأشهب وابن القاسم وابن عبد الحكم، هناك علماء من علماء الحنفية، محمد بن الحسن وأبو يوسف وغيرهما من أصحاب الإمام أبي حنيفة. قال إن شاء الله يعني سوف أجاهد في نشر إيه؟ في نشر العلم. ساعة ما وصل الإمام الشافعي وجلس في مسجد سيدنا عمرو بن العاص، طبعا كانت له حلقة عظيمة، ومن علماء المذهبين كانوا يأتون في حلقة الإمام الشافعي ويتلقون عنه العلم في مكة. يعني حق يعني قالوا حتى غطى مذهبه المذهبين، غطى عليه. حتى إن عبد الله بن عبد الحكم وهو من تلاميذ الإمام مالك وكان من المتعصبين لمذهب الإمام مالك، حين جاء الإمام الشافعي وجلس في حلقته وأخذ عنه العلم تمذهب بمذهب الإمام الشافعي. لكن الإمام الشافعي عند وفاته في مرض وفاته قال له إنك سترجع إلى مذهب شيخك القديم، يعني سترجع إلى مذهب الإمام مالك مرة أخرى. فكان كما قال، ده من كرامات. يعني انظر إلى المالكي أصبح شافعيا لما جلس في مجلس الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وذلك من إيه؟ من قوته رضي الله تعالى عنه. ولذلك لما هارون الرشيد عمل له مناظرة مع العلماء غلبهم جميعا، لم يقف في أي مسألة من المسائل الملغزة، يعني مسائل فيها ألغاز جهزها له العلماء فانتصر عليهم جميعا، لم يعجز في سؤال واحد رضي الله تعالى عنه. وذلك من قوة إيه؟ من قوة حجته وقوة استنباطه رضي الله تعالى عنه. والسيدة نفيسة رضي الله عنها كانت في مصر في ذلك الوقت. السيدة نفيسة هي آخر ليلة في مولدها النهاردة إن شاء الله. السيدة نفيسة رضوان الله تعالى عليها كانت في ذلك الوقت جاءت إلى مصر في هذا الوقت، وكان الإمام الشافعي يجلها ويذهب إليها هو والإمام أحمد رضي الله تعالى عنه والإمام بشر الحافي، كل هؤلاء كانوا يزورون السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها ويسألونها في العلم. وكان إذا مرض رضي الله عنه أرسل إليها أبا يعقوب البويطي أو المزني أحد تلاميذ الإمام، يقول له قل للسيدة نفيسة إن ابن عمك الشافعي مريض فادعي له.
فكانت تدعو له فكان يشفى ببركة دعاء السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها. في آخر المرضى مرضها رضي الله عنه في مرض الموت أرسل إليها أبا يعقوب البويط وقال له إن ابن عمك الشافعي مريض. قالت متعه الله بالنظر إلى وجهه الكريم. من كرامات سيدة نفيسة متعه الله بالنظر إلى وجهه الكريم. فأمر أبا يعقوب أن يأتي بالورقة والقلم وقال له اكتب الوصية. طبعا عشان يوصي من الهدف في الحلقة مكانه أجلس أبا يعقوب البويطي أكبر تلاميذ وأخذ إيه يملي وصيته. من ضمن وفيات أن تصلي عليه السيدة نفيسة رضي الله تعالى. وفعلا وكانوا قد مروا عليها فأدخل الجنازة وصلى بها إماما أبو يعقوب البويط وصلت هي خلفه. قال فقال بعض العارفين إن الله غفر لكل من صلى على الشافعي بالشافعي وغفر للشافعي بصلاة السيدة نفيسة عليه رضي الله عنه. ولذلك قال وكم سئل الدعاء مستجابا وكان الشافعي في السائلين. ودي طبعا منقطع. فلما بلغها وفاته قالت رحم الله الشافعي فقد كان رجلا يحسن الوضوء. هذه شهادتها للإمام الشافعي. طبعا العلماء قالوا هذه شهادة ما بعدها شهادة، لأن الطهور شطر الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن أحسن الطهور وهو الأصل أحسن كل شيء، ومن أهمل الطهور أهمل كل شيء، لأن كل شيء مترتب عليه. فإذا صح الطهور صحة الصلاة وصح الحج، والصلاة أساس الأعمال، لأن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإلا فقد خاب وخسر. وإن قبل سائر عمله، وإن رد سائر عمله. يبقى إذا كلمة السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها بينت منزلة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه كان يحسن طاعة الله عز وجل. ولذلك شوف من اجتهاده في الطاعة أنه كان يقسم الليل ثلاثة أثلاث. ثلث يكتب فيه العلم، الثلث الأول، والثلث الثاني كان يصلي فيه ويقوم الليل، والثلث الثالث كان ينام رضي الله تعالى عنه وارضاه. هكذا قسمه ويقول ما حلفت بالله لا صادقا ولا كاذبا، وما شبعت من أكل قط إلا مرة شبعت ثم طرحتها. مرة يشبع فيها تقيأها، قال ما شبعت.
قال وما تركت غسل الجمعة في برد ولا حر ولا سفر ولا حضر. ما ترك يعني هو سنة، قال لم يتركها لا في سفر ولا في حضر ولا في برد ولا في صيف. من شدة تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مسقاما، شوف العبادة دي كلها، وكان مسقاما، كان مبتلا بالبواسير النازفة، كان ينزف دائما، يعني أخذ فترة طويلة في مرض البواسير رضي الله عنه. ومع ذلك كان يختم كل يوم ختمة قرآن، ويختم في رمضان 60 ختمة، ختمة بالليل وختمة بالنهار، كما روى البيهقي عن تلميذه الربيع بن سليمان الجيزي بسنده، روى البيهقي هذا بسنده. وشوف هو طبعا يعني صيغة كل ما ذكره الذاكرون، اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، دي أساسا للإمام الشافعي. وقد رؤي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الشافعي، أحد تلاميذه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ابن عمك الشافعي ماذا صنعت معه؟ قال تشفعت له عند الله تعالى لأنه صلى علي بصلاة لم يصل بها أحد قبله، حيث قال في مقدمة كتابه اللي هو الرسالة اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، لأن دي تشمل الإنس، الصلاة دي تشمل الإنس والجن والكافر والمسلم والملائكة، يعني بتشمل كل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وكل من لم يصلي عليه. ولذلك اختارها علماء الأزهر الشريف ختاما لدروسه، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، ده سر اختيار الصيغة دي لختام الدروس العلمية. والقصة دي رواها الإمام البيهقي في مناقب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عشان ليه يعني واحد يقول ليه السر في ختام دروس العلم من مئات السنين من ساعة ما أسس الأزهر الشريف واختاروا هذه الصيغة لختام دروس العلم إلى يومنا هذا. سبحان الله. وساعة ما توفي الإمام الشافعي رضي الله عنه وقبل الحديث عن الوفاة، إن هو كان يعني حليما وارثا لهذا الحلم، لأنه شريف من أهل البيت ورث النبي صلى الله عليه وسلم في الحلم. ادعت عليه امرأة أنه
زيف عليها دراهم، امرأة صرفت منه دنانير بدراهم، كان له أعداء وهكذا كل إنسان. فصلت المرأة أن تفضح الإمام الشافعي في درسه حتى ينفض الناس عنه، فأعطوها دراهم مزيفة، وهي كانت صرفت منه بعض الدراهم، فقال قالوا لها اذهبي إليه وقولي إن الدراهم التي أعطيتها لي البارحة مزيفة. شوف هو حلمه، جاءت في الدرس وقالت له هذا الكلام، قال لها هذه الدراهم، فأخذ منها الدراهم وأعطاها غيرها. فما أن وصلت المرأة إلى بيتها إلا وشد حريق في البيت، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. شوف أول من قام لإطفاء الحريق هو الإمام الشافعي، هو الإمام الشافعي، وأخذ معه تلاميذه وأطفاء الحريق من بيت هذه المرأة، فزاد طبعا علوا وشأنا عند تلاميذه وأصحابه بعد أن انفض الناس عنه، إلا المخلصون طبعا من تلاميذه رجعوا كما كانوا، واعترفت المرأة أنها مسلطة من قبل أعداء الشافعي لتقول هذا الكلام. ذهب بثوب إلى الخياط، فأعداؤه وحساده ذهبوا إلى الخياط وأمروه أن يضيق كما ويوسع كما، يضيق خالص، واحد ضيق خالص والثاني واسع خالص. ثم أتى الخياط بالثوب وقال له، فلما رآه قال له جزاك الله خيرا. قال أن هذا الضيق ينفعني في الوضوء عشان ما يرجعش بسرعة، وأن هذا الواسع ينفعني في حمل الكتاب. يعني أنت صنعت خيرا. هكذا رضي الله تعالى عنه كان حليما جدا، يرث هذا الحلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله نتعلم من الأئمة رضي الله تعالى عنه. وكان رضي الله تعالى عنه كريما زاهدا في الدنيا زهدا عجيبا، يعني بعد أن انتصر في المناظرة مع العلماء في مجلس هارون الرشيد أعطاه 50,000 درهم، وقف على باب الإمارة ووزعها على حجابه وبوابه ولم يخرج منها بدرهم واحد رضي الله عنه، وكان يقول لا ينفع طلب العلم إلا مع الإفلاس، لا ينفع طلب العلم إلا مع الإفلاس، يعني مبقاش معاه مال لأن المال يشغله عن طلب العلم. قالوا حتى ولا الغنى المكفي؟ قال ولا الغنى المكفي رضي الله عنه. وهكذا عاش على الكفاف، قال ما شبعت، يعني ما ملأتش بطني أبدا، ده من شدة إيه زهده في الدنيا رضي الله عنه. لا
ده تعد لإيه؟ كرامة الإمام الشافعي في الوفاة. هو طبعا لما توفي كان في مصر سنة 204 هجرية، يعني عاش 54 سنة بالضبط. فدفن في دار عبد الله بن عبد الحكم، أوقفها للإمام الشافعي. المكان ده بيت سيدنا عبد الله بن الحكم المالكي، تلميذ الإمام مالك وتلميذ الإمام الشافعي، يعني بعد أن تشفع رجع مالكيا بعد وفاة الإمام الشافعي، لكن أوقف هذا المكان للإمام الشافعي. كل المكان ده ملك لمين؟ لعبد الله بن عبد الحكم. ولذلك العز بن عبد السلام لما أفتى بهدم الحيشان والقباب في قرافة مصر، لأنها قرافة مسبلة، والقرافة المسبلة يعني معمولة في سبيل الله لكل المسلمين، لا يجوز التحويط فيها ولا البناء، لأنها لكل إيه؟ لكل المسلمين. العز بن عبد السلام أفتى بهدم كل حوش وكل قبة، كل بناء، إلا قبة الإمام الشافعي والحوش اللي هو فيه، قال لأنها في أرض موقوفة. عبد الله بن عبد الحكم أوقفها لقبر الإمام الشافعي وبنى القبة عليه، فأفتى بهدم كل كده إلا إيه؟ هذا، لأن ما دام قبة في مكان موقوف أو مملوك يبقى لا يهدم شرعا، لكن التحويط وبناء القباب في القرافات المسبلة لا يجوز، لأنه مش ملك، تحوط ليه في غير ملك وتبني ليه؟ لا، اشتري قرافة ليك وابني زي ما أنت عايز، لكن أرض ملك المسلمين حتى لا تضيق على غيرك. هكذا أفتى العز بن عبد السلام رضي الله عنه. ولذلك تجد فوق قبة الإمام الشافعي جارب كبير في سفينة من الخشب، القبة دي معمولة من الخشب، شوف ضخمة ازاي، لكن معمولة من الخشب، فوقها دارب إشارة إلى أن الإمام الشافعي سفينة العلم، سفينة العلم. سيد عبد الوهاب الشعراني قال: رأيت في الرؤيا كأن شيئا ينزل من السماء يشبه القطن الأبيض، ظل ينزل من فوق قبة الإمام الشافعي من وسطها على رأس الإمام الشافعي بالضبط. قال: فعلمت أن باب الدعاء أو باب الإجابة مفتوح. قال: فدعوت الله تعالى بحاجتي فأستجيب. ولذلك هو إيه؟ سيد عبد الوهاب قام في الإيه؟ في اليوم الثاني وراح عامل العمود اللي إيه؟ قدام قبر الإمام الشافعي اللي مكتوب عليه ترجمة للإمام الشافعي رضي الله عنه، عمود رقام في المكان إن هو نزل منه إيه؟ شيء كده يشبه القطب من السماء، ثم صار عمودا عند رأس الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. في كرامة ذكرها العلامة المقريزي في الخطط، احنا نقلناها موجودة اهي. الوزير، وزير اسمه نظام الملك،
اللي هو أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق المشهور بنظام الملك في القرن الخامس الهجري سنة 474 بنى المدرسة النظامية في بغداد، أحب أن ينقل الإمام الشافعي من مصر إلى بغداد، هي تعتبر يعني مكان مذهب الإمام الشافعي، فأراد أن ينقل جسد الإمام الشافعي من مصر إلى بغداد ويدفنه في المدرسة النظامية، قال للتبرك به. وكتب أمير الجيوش اللي هو وزير نظام الملك كتب أمير الجيوش بدر الجمالي وزير الإمام المستنصر بالله يسأله في ذلك، يعني أرسل رسالة يسأله في ذلك، وجهز له هدية، قال فركب أمير الجيوش اللي كان في مصر في موكبه ومعه أعيان الدولة ووجوه المصريين من العلماء وغيرهم، لما الملك يأمر بشيء ما حدش يقدر يعارض، وقد اجتمع الناس لرؤيته، يعني هيحفروا قبر الإمام الشافعي عشان يخرجوا الجثمان يودوه بغداد. قال فلما نبش القبر شق ذلك على الناس، أهل مصر طبعا العالمين، قال وماتوا، يعني حصل ضجة من الناس مش عايزين، وشق ذلك على الناس وماتوا وكثر اللغط طبعا والهتاف وارتفعت الأصوات وهموا برجم أمير الجيوش لو جاي ينفذ كلام نظام الملك. قال وهموا برجم أمير الجيوش والثورة به، قال فسكتهم أمير الجيوش، سكت الناس وبعث يعلن الخليفة أمير المؤمنين المستنصر بالله بصورة الحال، ده خليفة عباسي المستنصر بالله ده من الخلفاء العباسيين، قال فأراد نظام الملك طبعا هو أعلم المستنصر واستفهم منه عن اللي حصل ان اهل مصر يعني هادوا ومادوا وهتفوا ولا يريدون نقل جثمان الامام الشافعي من مصر الى بغداد، وبعث يعلم الخليفة بصورة الحال، فاعاد جوابه المستنصر بانظار ما اراد نظام الملك، قال فقرأ كتابه على الناس عند القبر، قال وطردوا العامة والغوغاء الذين يهتفون، طردوهم طبعا ضربوهم خلوهم مشوا، قال ووقع الحفر، يعني أخذوا يحفرون حتى انتهوا إلى اللحد اللي فيه الإمام جسد الإمام الشافعي رضي الله عنه،
بل فعندما أرادوا قرع ما أرادوا خلع ما عليهم من اللبن الطوب اللي هو معمول إيه على اللحم، قال خرج من اللحم رائحة عطرية، قال أذكرت من حضر، من حضر حول القبر، الرائحة دي جعلت الناس كالسكار من الرائحة الجميلة التي خرجت من قبر الإمام الشافعي رضي الله عنه. قال حتى وقعوا صرعا من شدة الرائحة الجميلة، قال فما أفاقوا إلا بعد ساعة، قال فاستغفروا مما كان منهم من حفر القبر يعني، فأعادوا رضم القبر كما كان. عرفوا أن الله تعالى لم يرد ذلك، لأنه طبعا من ناحية الشرعية في كتب الفقه أن القبر حبس على صاحبه لا يجوز نفشه ولا الجلوس عليه ولا النشر ولا الاستناد إليه، القبر ده زي البيت، زي بيت الإنسان، لا يجوز التعدي عليه بأي حال من الأحوال. شوف، مجرد الاستناد لا، مجرد المشي لا، مجرد الجلوس عليه لا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يجلس أحدكم على جمرة من نار فتخلص إلى فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر. إزاي؟ ها، ممنوع. فانبلغ عبد الحفر وأراد نقل الجسد لغير ضرورة، لغير ضرورة، لكن الخلفاء طبعا عندهم الأوامر والنواهي دي سهلة، اعمل كذا يعني اعمل كذا، يبقى عاد مش هينفع إلا إيه دفاع الله تعالى. فخرجت الرائحة دي يعني أسكرت الناس وجعلتهم صرعى حول القبر، يبقى كده فهموا انه ايه؟ انه ممنوع النقل. واراد الله باهل مصر خيرا حتى يكون الامام الشافعي في ارضه رضي الله عنه. قال فاعادوا رسم القبر كما كان وانصرفوا، وكان يوما من الايام المذكوره وتزاحم الناس على قبر الإمام الشافعي يزورونه مدة 40 يوما بلياليها. المصريين يعني أخذوا يزورون الإمام الشافعي 40 يوما من بعد هذا اليوم ليلا ونهارا. قال حتى كان من شدة الزحام لا يتوصل إليه إلا بعناء ومشقة زائدة. قال وكتب أمير الجيوش لو كان والي مصر في ذلك الوقت محضرا بما وقع، وبعث به وبهدية عظيمة مع كتابه إلى نظام الملك، فقرأ هذا المحضر والكتاب بالمدرسة النظامية في بغداد. قال وقد اجتمع الناس على اختلاف طبقاتهم لسماع ذلك، فكان يوما مشهودا ببغداد. يعني ما تقول ايه؟ انه كتب ما حدث زي ما قرناه، كتب ما حدث من الحفر وخروج الرائحة ووقوع الناس صرع حول القبر، يعني وكأن الله تعالى أراد أن يبين منزلة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وأن الله حماه من أن ينقل من إيه؟ من مصر إلى بغداد. آه. الإمام طبعا الشافعي رضي الله تعالى عنه
وهكذا كل الأئمة رضوان الله تعالى عليهم، يعني أن سيرتهم سيرة عطرة، وبذكرهم تتنزل الرحمات وتنشرح الصدور، والمؤمن طبعا ينتفع بذلك، لأن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك صلى الله عليه وسلم، وجاءك في هذا الحق وموعظة وذكرى للمؤمن. وكذلك خلفاء وورثة الأنبياء والمرسلين تثبت الفؤاد وينتفع المؤمن بها في دينه ودنياه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالإمام الشافعي وبسيرته وبالسائر الأئمة في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من محبيهم، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يصلنا بهم في اليقظة والمنام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله. أولئك